جزاكم الله خيرا. مستمعة من الطائف تقول، المرسلة ميم تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: هل يجوز للمعذورة شرعا قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، خاصة إذا كانت معتادة على قراءتها في كل جمعة حتى لا يفوتها الأجر؟ إذا كان قصدها بالمعذورة التي عليها الحيض نعم. فإنها لا تقرأ القرآن، لا سورة الكهف ولا غيرها، ما دامت في الحيض، إلا عند الضرورة. إذا دعت الضرورة إلى قراءة القرآن، كأن تكون حافظة لشيء من القرآن وتخشى أن تنساه، فإنها تقرأه من أجل استبقائه في ذاكرتها. أما لتحصيل الفضيلة كقراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فإنها تمتنع من ذلك وتقتصر على الأذكار الواردة في الصباح والمساء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، وأيضا ترصد ساعة الإجابة والدعاء فيها التي في يوم الجمعة، وأرجى ما تكون في آخر يوم الجمعة، تجلس للدعاء، تكثر من الدعاء، وهذا يكفي إن شاء الله.